من داخل التيار هناك من يؤكد بأنه هذه الدعوة هي تصرف فردي لا علاقة للتيار الصدري بها. ماذا يحدث بهكذا حالة، وهل يحق لأي مواطن أن يطعن بغض النظر عن منصبه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذة حلا وأستاذ أحمد المحترم والسادة المشاهدين. طبعا يحق لكل مواطن وسواء كان محامي أو إنسان عادي أن يقدم هذه الدعوة أو مثل هذه الدعوة لتوفر المصلحة فيها، لأنه البرلمان نتاج الشعب هو جاء عن طريق الانتخابات، وكل الشعب العراقي هو اشترك فيه، ونعلم جميعا أنه البرلمان هو متعطل عن التشريع أو عاطل عن التشريع وعن الرقابة وعن القيام بمهامه. وأيضا يعني مشروعية قبول هذه الاستقالة قلناها كثيرا حتى من خلال قناتكم المحترمة، أنه كان المفروض أن تحظى بقبول البرلمان يعني التصويت بالأغلبية المطلقة، وليس فقط موافقة السيد رئيس البرلمان، لأن هؤلاء النواب اللي استقالوا هم يمثلون 7,300,000 نسمة، وبالنتيجة يعني قبول الاستقالة بهذه الفردية هو يخالف الاستنباطات العامة من الدستور العراقي، سواء كانت في المواد المتعلقة بالتشريع أو المتعلقة أيضا بحق الشعب في الانتخاب. طبعا أيضا الشرعية في تقديم هذا الطلب أنه الشعب مصدر السلطات وفق المادة 5 من الدستور، والتداول السلمي المادة 6، والمادة 20 من الدستور حق الانتخاب والتصويت، والمادة 46 من الدستور أنه لا يوجد قانون يقيد حق الانتخاب. فبالنتيجة سؤال جنابك أنه يحق لكل مواطن سواء كان محامي أو إنسان عادي أن يقدم هذه الدعوة.